يسحبني بابا ليجا. صافي نمشي. لا اجي كينا البيتزا لداخل. اجي فاروق اجي. من صباح وانا كنقلب على سلطان ايفي، قلت يمكن تكوني عارفه فين كاين داكشي علاش جيت. لا اليوم ما بانش نهائيا، ما جاش. يا ربي فين هو هذا الرجل؟ ما عرفتش فين مشى. حفيظه كيبقات شويه. مزيان داروا شي حاجه سميتها، ركبوا ليها شي شبكيه وحطوها في العنايه المركزه، مازال ما خلوهم باش يشوفوها وكل شيء كيتسناها. ما تلاقيتيش بفايز؟ لا بصراحه ما تلاقيتوش. مرحبا بك سي فايز. شكرا. بصحة والراحة سي فايز. حط عليك هاد الفوطه، يلا البس. شنو بغيتي سلطان؟ هضرتي معاه اليوم؟ شنو وقع؟ فقدتي شريكك؟ لا ولكن غادي نفقد الصبر ديالي. عارف الاتفاق اللي كان بيناتكم؟ بغيت غير نعرف دابا وسلمتي لي امين ولا لا. ملي عارف معناها غادي تكون عارف باللي مازال كنتسنى بنتي بخصوص هاد الاتفاق. اها مزيان، يعني دابا بنتك مازال كتعني لك شي حاجه. دابا غير نسى سلطان، الاتفاق هو اللي غادي دير مع بنتك. انت اللي كتعني لك بنتي شي حاجه يمكن، وكنظن انت اللي غادي تخلص الفلوس ياك. انت دابا غير كل عنب وما تسولش على مولاه، وغير حاول تشبع، راني خايف عليك سي فايز. مادام الاتفاق غادي يكون معك انت، كيبان لي باللي خاصك تعرف البارح في العشيه عيط لي سلطان. اها وشنو قلتي لي؟ ما تخافش ماشي بخصوص امين، سولني على المستشفى اللي تزاد فيه ملك، وبلاصه ما نقول ليه بلي المستشفى هو مستشفى الامراض العقليه في سويسرا، انا فضلت نقول ليه غير السميه وصافي. شنو درتي؟ علاش؟ كنظن بلي من حقه يعرف المستشفى اللي تزاد فيه بنته. انت راك ما كتفكرش برا، حتى واحد ما طلب منك هادشي. واخا يعيط لك سلطان ما تجاوبش على المكالمات ديالو، الا قلتي ليه كلمه واحده